ونتابع مشاهدينا إذن هذه الصور المباشرة من مدينة دنيبرو لعمليات الإنقاذ تحت أنقاض المبنى السكني في مدينة دنيبرو الذي تعرض لقصف روسي كما ذكرنا، وبحسب وسائل إعلام أوكرانية فقد بلغت حصيلة القتلى 17 قتيلا و73 جريحا. حاكم المنطقة أيضا مشاهدينا قال إن عدد قتلى هذا الهجوم الصاروخي الذي دمر مبنى سكنيا ارتفع إلى 14 قتيلا. هناك طبعا تناقض في أعداد القتلى حتى هذه اللحظة. فرق الإنقاذ ماذا تواصل عملها طوال الليل، هناك بعض السكان أيضا في المنطقة انضموا إليهم بحسب بعض الأنباء للبحث عن ناجين. أيضا حاكم المنطقة مشاهدينا قال إنه حتى الآن تم إنقاذ 38 شخصا بينما فقد 24 آخرون. حتى الآن عدد السكان المحاصرين تحت الأنقاض ليس معروفا، وهذا الهجوم مشاهدينا هجوم روسي وقع ظهر أمس السبت وتسبب أيضا في إصابة 64 شخصا على الأقل. ما زلنا معكم إذن مشاهدينا في متابعة هذه الصور المباشرة لعمليات إنقاذ الناجين تحت الأنقاض هذا المبنى السكني الذي تعرض لقصف روسي يوم أمس.